وين ما نكون، إن كانوا في البيت أو في المدرسة، دائماً عم بيحكوا لكم عن مخاطر الإنترنت، صح؟ يعني مثلاً ديروا بالكم من الأسماء المستعارة، أو تحكيش مع حدا بتعرفوش، أو ما تبعثش تفاصيل خاصة، أو ما تبعثش أشياء اللي بتخصك أنت مثل صورة أو فيديو أو فيلم أو كل هاي الأمور. فاليوم إحنا بدنا نعلى شوي في المستوى تبعنا، بدنا نعلى في الحوار ونحكي عن أشياء ثانية. يعني مش كل الأشياء هي خطرة في الإنترنت، في كمان أشياء منيحة. الأشياء الخطرة أنتم بتعرفوها وعيين لها وكنتوا في المحاضرات بتسمعوها في المدرسة، بتسمعوها من المعلمين، من المعلمات، كمان من أهاليكم، وكمان أنتم في حالكم اللي بتستعملوا الإنترنت يوم يوم تقريبا، فكلكم بتعرفوها، بتعرفوا شو الصح وشو الغلط. فاليوم إحنا بدنا نفكر شو الأشياء الإيجابية والمنيحة اللي أنا بقدر أستعملها في الإنترنت، مش بس أستعملها وأتسلى، كمان أستعملها وأصل درجة إبداع من ناحية تكنولوجية. شو يعني إبداع؟ مش في عنا أشخاص اللي هو مثلا بيرسم، في عنا أشخاص اللي هو مثلا بيغني، في عنا شخص اللي ممكن بيلعب كدور رجل، كل واحد في عنده إبداع في موضوع اللي هو قوي فيه. فكمان أنتم ممكن أنكم توصلوا درجة إبداع من ناحية تكنولوجية. يعني أنا أمسك هذا التلفون أو أمسك الآيفون أو الجالكسي أو الآيباد أو أي شيء، وأفكر كيف أنا بقدر أستعمله لحتى أصل لدرجة الإبداع. أوكي؟ فأنتوا إنترنت كلكم تستعملوا، وأنا مع أنكم كلكم تستعملوا. تفضل. استهزاء؟ استهزاء. شوفوا إنه نفس السمايلي طلعوا كيف ثلاثة كل واحد فسرها إشي، مع إنه إحنا بنستعملها تقريباً يوم يوم. أوكي؟ هذا الإيموجي. فأنا استعملت هذا، إشي منكم قال إنه هذا أنا عم بضحك، إشي قال أنا عم بتمسخر، إشي قال إنه هذا استهزاء، أوكي؟ فعشان يفهموا إنه هذا الإيموجي الصغير اللي أنتوا عم تستعملوه، لإخباركم بيفهموا وبفسروا كيف هو بده، مش كيف أنتوا بدكم أو كيف أنتوا عم بتفكروا، فهمتوا كيف؟ فلازم يكون عندكم وعي كفاية في راسكم وفي عقلكم في تفكيركم، إنه مش كل صورة وكل لايك وكل إشي صغير أنا بحطه حسب شو أنا بآمن، إخباري كمان بيفهموا.